ونتحول الآن في نشرة السادسة لتعرف على أهمية أنباء المال والأعمال. سارة نجيب ومزيد من التفاصيل. سارة، شكرا لكم محمد وريهام. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34 مليار و660 مليون دولار مقابل 34 مليار و551 مليون دولار في إبريل السابق له، بزيادة بلغت 109 ملايين دولار. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت استئناف عبور ناقلة البترول سي فيغور ضمن قافلة الشمال في رحلاتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة وتأكد من صلاحيتها للإبحار. وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية أكدت صلاحية الناقلة للإبحار وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى. هذا وشهدت حركة الملاحة بالقناة أمس عبور 72 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4,300,000 طن، وعبرت القناة من اتجاه الشمال 41 سفينة. أنهت البورصة المصرية التعاملات مع ارتفاع جماعي مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 على ارتفاع بنسبة 84% مسجلا 17,491 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.54% منهيا التعاملات عند مستوى 3,549 نقطة، فيما أنهى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 2.11% عند مستوى 5,221 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% مسجلة 76 دولارا و48 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% مسجلا 71 دولارا و9 سنتات للبرميل، وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.9% لتصل إلى $2.35 سنتا للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.8% لتسجل $2.23 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة الإحصاء الفيدرالية أن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت بشكل غير متوقع في إبريل بعد انخفاض حاد في الشهر السابق، وأشارت الوكالة إلى أن الطلبيات الجديدة التي تتم مراقبتها كنموذج النشاط الصناعي المستقبلي تراجعت بنسبة 0.4% في إبريل مقارنة بالشهر السابق. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى ريهام ومحمد. إليكما. شكرا لك يا سارة.